والله خرجنا نطالب بأبسط حقوقنا، أبسط الحقوق نشتيها، دي حق، دي حقنا، ونطالب بأكثر من كذا، كهرباء، مي، الرواتب، الرواتب، أني مواطنة عادية، ربة بيت، أني برضو أني ابنة وأم وجدة كمان، يعني أزعل على الجيل اللي إحنا عايشين فيه الآن، جيلنا هذا كيف بيعيش؟ أولادنا ما حصلوش أشغال. خلي من ده كله، نحن أبسط حقوقنا كهرباء مي، نحن أصبحنا مرهقين تعبانين، مش عارفة كيف أني خرجت لهنا وأني عندي حماس واتقويت إنني أخرج، لأن من كثر ما نحن تعبنا. أبسط حقوقنا نشتي كهرباء ومي، يعني عندنا أطفال، عندنا أمراض، يعني لم يكن نعيش على الحال هذا، لم يكن أني أشتي مستقبل كمان حلو لابني. على الارتفاع الدولار، الرواتب التي لا للاسف الشديد تساوي حتى $50، الوضع المزري اللي نعاني فيه في عدن، نحن نطالب بشيء حق لنا للاسف الشديد، وهذا حق المفروض الدولة ان توفر لنا، ومع ذلك نحن نخرج اليوم حرائر عدن، سوف تستمر طالما لم نجد لك اي استجابه او تفاعل مع وقفاتنا السلبيه، نحن خرجنا بدون اي سلاح. رافعين شعارات سلمية ليس لها انتماء سياسية لا حزبية لا لنا مناطقية ولا عنصرية، نحن نساء، نحن نساء عدن من مختلف المستويات العلمية والثقافية والوظيفية، فتيات شابات ونساء لهم مناصب في المجتمع اليمني العدني، جميعا خرجنا نطالب بحقوق، هذه حقوق نحن لنا قانون، وهي حقوق بسيطة جدا، نشتي نعيش بكرامة حياة كريمة. هذه من طبعا مشاكل